الناس تجتمع على واحد دي بتبقى حاجة إلهية بصراحة. طيب لو ما كانش كابتن محمد محمود لعيب كورة كان ممكن تبقى إيه؟ كان ممكن أبقى إيه؟ أنا أول مرة تسأل السؤال ده. كان ممكن أبقى إيه؟ إيه الحاجة اللي شايفها شبهك بره الكورة بقى؟ مش أنا قلت لك في الأول إن أنا عارفة إن أنت كورة عايش. عمري ما فكرت في حياتي غير إن أنا ألعب كورة بس. بس يعني ممكن ابقى اداري بقى. اداري، موظف اداري. ممكن يعني شايف نفسك لو او مدير تعاقدات مثلا. مدير تعاقدات يعني يعني ممكن تحب تخلص صفقات. ممكن ابقى متحدث كويس يعني. فعلا يعني ممكن، مش عارف، مش متاكد يعني. ممكن اتكلم مع لعيب كوره زي كويس قوي. ممكن اعرف يعني انصحه كويس قوي. انا بقول يعني مش قصدي ان انا ايوه انا فاهمه يعني. انت شايف نفسك يعني في الحته دي بره الكور؟ ممكن يعني، مش اكيد يعني. يعني ممكن نجرب كده اسبوعين. علاقتك ايه يا كابتن مع السوشيال ميديا؟ علاقتي مع السوشيال ميديا يعني انت عارف ان هي دي همزه الوصل ما بين الجماهير ولاعيب الكور. علاقتك بقى في السوشيال ميديا يعني مثلا ممكن تعليقات بتضايقك فتروح قافل الكومنت؟ خالص والله لا، بس انا الوحيد اللي عمري يعني ما اتشتمتش خالص. انا حضرتك انا طب لو حصل بقالي سنتين بيتضايق. لو حصل واتشتمت، ما هو الناس بتشتمك ليه؟ ما هو الناس بتشتمك عشان خاطر بتحبك، عايزاكي تبقى كويسه. اللي بياخدها بسلبيه ده انا اسف يعني، ما ينفعش يبقى لعيب كوره او ينفعش يتحط تحت ضغوطات. يعني انت قصدك ان يعني لو حد من الجماهير شتم على السوشيال ميديا دي حاجه انت المفروض تاخدها بايجابيه؟ طبعا. هو هيشتمني ليه؟ هو هيشتمني ليه؟ اكيد عشان عملت ماتش مش كويس. فخلاص اطور من نفسي وابقى كويس، هي هي هيشكرني. فهو ده الطبيعي يعني. ما انت ما تفضلي طول عمرك ما بتتشتميش يعني، فطبيعي. انا شايفها طبيعيه يعني خالص، وباخدها بجانب. انا ما حصلتش بصراحه قبل كده ولا عمري حتى في الشارع حد قال لي كلمه غير ان هو بيدعي لي احنا بنحبك احنا مش عارف ايه بس. لكن انا ما اتحطيتش في الموقف ده خالص بصراحه. مش هكذب عليك. طب ايه موهبه عندك مثلا بره؟ بتعرف تغني؟ لا بصراحه خالص. طب يعني بتسمع اغاني شعبي، مهرجانات شعبي؟ لا يعني، هو الاغنيه اللي هي الاغاني الجديده اللي بتنزل دي اللي هي بتقعد تتردد كتير فبسمعها كتير بس، يعني مش انا اللي بشغلها كمان، فاهمه قصدي؟ لكن مفيش حاجه انت معلقه معاك؟ لا بصراحه خالص. لما بتيجي تعمل اي حاجه في البيت مفيش حاجه بتدندنها كده معلقه معاك؟ حاجه بدندنها حتى لو مش اغنيه شعبي، اي اغنيه. انا مش ماليش والله يعني. ساعات انا ما بقولش غير ايه كده المنصور السلمي، بقعد اقولها على طول. بس مش متذكر يعني. بس في حاجات ممكن اقولها طبعا، في حاجات لو علقت معايا ممكن اقولها. عندي ولاد اختي بيسمعوا اغاني، فهو ممكن يقول لي ده مش عارف ايه وده مش عارف ايه، فبقول له ماشي سمعني. فبسمعها فممكن تعلق معايا شويه وبعد كده خلاص. لكن مفيش حاجه انت بتشغلها في المود كده؟ لا والله خالص، انا مودي دايما الحمد لله كويس وعمري ما بتعاكي. الحمد لله.